طيب تسمع عن اللاينز؟ اللاينز الاسود. احنا بقى جمعيه الجراف، قصدي الزرافه. الزرافه ده اقرب حيوان ليا بقى. زرافه بقى. على فكره مش وقت هزار خالص. وهو الهزار لي وقت؟ هاني رمزي، اهلا وسهلا فيك باليوم على الحره، اشتقنا لك على شاشتنا. هاني لك زمان. صح، بقى لي فتره. البرامج المقالب اخذتك منا، يعني نحن بنشوفك بالمقالب بالبرامج. بس بدنا نشوفك بدراما اكثر، بدنا نشوفك بالسينما اكثر. اخذتك كثير هاني. انا اتظلمت فنيا بسبب برامج المقالب. بيدفعوا لك قوي يعني؟ لا طبعا، اكيد في فلوس كويسه. اكيد اتظلم بس اقبض بقى. خلي بالك ان البرامج دي اكثر نجاحا واكثر مشاهده، جرعه سريعه جدا وخفيفه جدا تسلي المتفرج بشكل كبير. بس هل هي تاريخك؟ هل هي لا. بعدين حيقولوا هاني عمل هيك؟ خالص، دي لا تذكر ولا ترضيني فنيا، لا ترضيني فنيا. انا بقدم حاجه نوعيه الناس بتحب تشوفها بشكل بقولك سريع، لكن لا يذكر في التاريخ. هيقولوا ايه يعني؟ ممكن يقولوا عمل برامج مقالب في حياته، لكن الديتيلز والقيمه لا مفيش. يعني انا اتحرمت من اني اقدم برامج دراما في رمضان بسبب نجاح هذه النوعيه، ناجحه جدا، اكثر مشاهده، اكثر اقبالا على الاعلانات المشروع. هاني السؤال اللي دائما بيسالوه، هل الفنانين بيكونوا عارفين هاي المقالب ايه ولا لا؟ وانت حتقول لي لا، ابدا ابدا مش عارفين. بس هو 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 يعني برنامج تمثيلي بالنهايه، صح؟ وحيات اقول ايه؟ مش عارف، انا ما اعرفش. انت لازم تصدقيني، هقول لك على حاجه. انا عملتها مره وافصحت عن البرنامج، لكن مش تفاصيل البرنامج، مع فنان كان كبير في السن ومريض، وانا قلت له هتيجي عندي بس ده برنامج مقالب. قال لي ايه البرنامج؟ قلت له ما اقدرش اقول لك، بس هيأته نفسيا مره واحده في حياتي. فينا نعرف مع مين؟ كان الله يرحمه الاستاذ عزت ابو عوف، لان كان الاستاذ عزت ابو عوف خارج من تجربه مرضيه قاسيه جدا، وانا شخصيا يعني حصلت له معجزه انه قدر يتعافى من هذا المرض يعني. فلما قابلته قال لي هاني عايز الناس تعرف ان انا ابتديت استعيد صحتي واني ابقى قادر على العمل وحاجات كده يعني. فقلت له طب تجي لي، انا هعمل برنامج مقالب. فراح بص لي كده، قلت له انا عمري ما قلت ده لحد. بس حضر قلبك. بس انا بقول لك لو انت عايز تشارك في حاجه زي كده. قال لي طب ايه المقلب؟ قلت له ما اقدرش اقول لك. مقلب؟ انا ما اقدرش اقول، مستحيل. ابوس ايدك، طلعني يا هاني. مش طب قلبك، من قلبك والله بجد. من قلبي يا هاني. خلاص، لا انت شكلك زعلان يا هاني. والله ما اعمل لك حاجه، طلعني. طب تعال 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 يا ميجو. وانت فوق نورت لبنان. انت فوق. بس هاني انت بتعرف انه نحن وقت نكون عم نحضر بنصير نقول يا الله ليه عم يعمل هيك بالفنان، يا الله خاف، يا الله كذا، وبنصير نقول يا الله هاني عم يستغل هالفنانين، يا الله مدري مين عم يلعب بعواطف الفنانين، مدري مين عم بخوفهم. شو دفاعك عن هيدي المقولات؟ يعني نحن وقت نقول انه هاني عم بخوف العالم ليضحك ليجيب مشاهده مثلا، يلا انا محامي الشيطان. لا هقول لك على حاجة فاتن. أنا من وجهة نظري أنا أصلا ما كنتش بعمل هذه النوعية من البرامج إطلاقا يعني، وما وقعت ضحيتها. أنت صح، وقعت ضحيتها كتير. ومع زمايلي كتير والدنيا ما يعني ما، لكن ما كانش عندي هذا الاستعداد، أو ما كنتش أتخيل أن أنا ممكن أعملها في سنة من السنين أو في حياتي يعني. لكن أنا قلت من مبدأ حاجة، أنا مش هطلع أهزأ الفنان أو أستغل مثلا ضعفه أو سقطاته أو حاجة زي كده، مثلا في أني أتريق عليه أو أني أخد من رصيده. أنا قلت لو هعملها تبقى الحلقة تضيف لرصيده ما تاخدش منه. نمرة اتنين، الناس المتفرجين بيبقوا عايزين يعرفوا الهيروز بتوعهم، الأبطال بتوعهم اللي بيشوفوهم مكسرين الدنيا في لحظات ضعفهم الإنسانية، بيبقوا عاملين ازاي. في إنسان تبص تلاقيه مثلا في لحظة ضعف معينة أو إحساسه بالخطر ممكن يخرج عن مشاعره، ممكن تلاقيه يعني قال ألفاظ جامدة، ممكن تلاقيه تعصب، ممكن تلاقيه حاول يستخدم القوة. من هي إنسان يعني كويس. وممكن واحد تاني تجيله صدمة يسكت خالص ويواجه الخطر والموت بشكل بتاع ده اللي بيخوفني أكتر.
يعني يا ريته يفصح او يخرج الطاقه اللي جواه. انا ببقى قلقان لما بتجي له حاله صدمه كده وتلاقيه سكت خالص، ببقى قلقان بشكل غير عادي، اقول يا رب عديها على خير احسن يحصل له حاجه او اي حاجه. ده بيقلقني اكتر. وفي ناس تانية بتتقبل، تقول لك خلاص ده قدر واستسلم. برضو شوف الشخصيات غريبة جدا، والناس كلها مش زي بعض، كل واحد مختلف عن التاني. مش بعلمك، بعلمك ان الناس نوع انواع، الناس انواع والمشاعر مختلفة والفكر كمان مختلف. العظمة بتروح. ما بقولك انت بقى اصلح اللي شايفاه نجم النجوم وحاجة جامدة جدا، لحظة الضعف بيبقى عامل ازاي؟ الانسانية هنا بقى العنصر البشري بقى. جاكيتة اميتاب باتشان كان لابسها في فيلم صراع الافيال، وهديك فوق جاكيتة شريط الفيلم هدية. هتشوف بقى اميتاب لابسها وهو راكب على الفيل. قس قس يلا. يا سلام ما اسف والله، هي ما اسألف الفيل هياكل منك حتة. امشي امشي هجيب الرسول وقتي لك. يلا بس هاني انت كنت ناوي تاخدنا على الصين والكورونا طحبشت لك الدنيا. صح السنة دي وقفت لك المسل وقفت لك العمل. صح السنة دي احنا كنا فعلا، بس انا خلاص انا ما فيش مشكلة اني اقول دلوقتي حط ماسك وروح. كنا ناويين نعمل برنامج في الصين، ده كان المكان نفسه من معالم الصين، فما عرفش أنقله في أي بلد تانية أو أعمل البرنامج في حتة تانية. وخططنا ورحنا وعيننا وعملنا وسوينا وكل حاجة من 7-8 أشهر فاتوا، يعني كانت الدنيا أمان جدا. عاد إجت كورونا وفجأة يعني حصلت ظروف الكورونا دي، طبعا قفت الدنيا، بقت المطارات مش يعني مش متاحه ولا السفر ولا اي، وخطر السفر للصين. خايفين من قصه كورونا؟ عم تعمل احتياطاتك ولا مش مصدقه ولا يعني شو تعاملك انت كهاني رمزي مع خبريه كورونا؟ كل ما حد لا قدر الله بي 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 بيتوفى بسبب هذا المرض، كل ما الخوف والهلع بيزيد عند كل الناس. أنا شخصيا بيبقى لي منطق، يعني ما أعرفش هل ما يعني أنا يعني مثلا الحالة اللي لقوها في سيتي ستارز، أنا كنت موجود في نفس اليوم في سيتي ستارز. باي 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 صح؟ باي يا شباب. فاللي بقول لك عليه ايه، جت مراتي قالت لي هاني احنا كنا من لما اكتشفوا الحاله كان احنا كنا في سيتي ستارز ساعتها. قلت لها باي باي. قلت لها هسالك سؤال، هو احنا نعرف نهرب من مرض زي ده؟ يعني ده حاجه بتنتشر في الجو، يعني انا لو واحد بيتوقع هاني، انا عايز اقول لك احنا مش هنعرف حتى لو خدت احتياطاتك ومكتوب علينا ان احنا نشوفه هنشوفه. فهو الواحد هيعمل ايه؟ احنا نعيش حياتنا ونقول يا رب. ما عندناش غير الدعاء. في حاجات قهرية كده احنا لا نتحكم فيها، لان ما لهاش مصل ولا ليها دواء ولا ليها بس يعني هنشوفك حاطط الماسك ولا لا؟ ممكن طبعا ممكن. يعني انا ما يعني شيء طبيعي، يعني لو تواجدت مثلا في مكان كان فيه مصابين او مثلا اكتشفوا حالات زي دي، ليه ما احطش الماسك؟ احطه. لازم بعتقد الكل يتوقع يعني عادي. وبعدين حكاية بقى ان نقابل الناس يقعدوا يبوسوا بعض ويحضنوا بعض ومش عارف ايه، يعني طب احنا في ظروف دلوقتي يا اخوانا، يعني خدوا السلام بالايد كده ومن بعيد لبعيد وخلاص، نراعي بعض في الحكايه دي وخلاص. لكن مش لازم بقى العشم والحب الجامد قوي يترجم لامراض يعني. ما لسه بدري يا سعاده الباشا، ساعتك كام دلوقتي؟ ساعه 2:30 الا 5 الا 5 قصدك و5. انت مش حاسس انك سايب بني ادمه في البيت لوحدها؟ ولا انا الجاريه اللي اشتريتها؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ مفيش مسؤوليه خالص؟ ايه ده؟ انت ازاي تكلميني بالطريقه ديت؟ وبعدين ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه اللي فوق شعرك ده؟ بوكلي. يعني ايه بوكلي؟ ممكن اشوفك عم تعمل مقالب بالعالم بعيدا عن النجوم، حابب بالناس العاديه؟ اكيد لو هستمر في السكه ديت، لو هستمر اكيد هيبقى نوع من انواع الفرايتي، ان من الناس العاديه ممكن جدا يعني. عايزينك بدراما التلفزيونيه بعيدا عن المقالب ان شاء الله. عايزينك بالسينما يا هاني قريب خالص. انا ده هرجع من هنا ابتدي في فيلم جديد ان شاء الله. فيلم كوميدي؟ فيلم كوميدي, كوميدي. وان شاء الله يعجب الناس وفي ضحك جديد يعني ان شاء الله. شكله ايه؟ ايه ده
تاكلني؟ هتاكل ايه؟ انا عايز موزه. وانا عايز تفاح. موزه؟ تفاح؟ اعجبك كاكا فحكينا هنا. انا عايز موزه ضاني في طاجن فته. وانا عايز شيشه تفاح. وانا كمان هشايش، بس ظبط النار. ظبط النار؟ النار كلكم. اللي بيشوف شكلك الخارجي ممكن يقول انه هاني ممكن كتير يكون بعيد عن الكوميديا. نحن تعودنا عليك، قلت لك تحت الهوى هل تصنف انت كوميديان؟ قلت لي العالم هيك بس انا ممثل. قدي حابب تشوف حالك بادوار شر؟ قدي حابب تشوف حالك بادوار؟ بص يا فاتن، انا في النهاية فنان. الفنان اللي جوايا طالما انه قادر انه يعبر عن كل المشاعر والاحاسيس اللي موجوده في الدراما العامه. طب ما انا درست في المعهد العالي فنون مسرحيه، عملت مسرحيات تراجيدي وحاجات كلاسيك جدا وحاجات عالميه من المسرح العالمي وحاجات باللغه العربيه ومن الكلاسيكيات بقى من ايام الاغريق، عملنا حاجات كتيره وكده. ما كانش فيه، مش كله كوميدي، بس انا كفنان هبقى فرحان قوي لما الاقي الجمهور تقبل مني التراجيدي والرومانسي والاكشن والحاجات دي كلها. بس في حاجات الناس بتطالبني بيها نتيجه انها شحيحه. يعني ايه؟ يعني قليله. الضحك بقى شحيح جدا، مطلوب قوي، مطلوب جدا. كل ما الشجن بيزيد وطول ما المآسي بتزيد حوالينا والأحداث كتير، بتدوري على لحظة فيها ابتسامة بصدق. بس هاني كمان أنت ما بتحس أنه ليه ما بتفكر بينك وبين حالك عايز يجي مخرج بقى يطلع الحتة التانية اللي فيها؟ عايز يجي حد يقول جيبولي هاني؟ أكيد أكيد طبعا. لأنه نحن عنا مشكلة بالوطن العربي، التصنيف بصنفوك بمكان وما حدا بده يتعب يطلع شي تاني. في ظلم شوية للفنان في الحتة دي، لأنه هما خلاص هما يقولك مثلا لو أنا عملت مثلا حاجة تراجيدي هيقولوا إيه ده فيلم ما فيهوش ضحك خالص، ولا عمل ما فيهوش ضحك خالص، يعني ده اللي دخل لهاني علشان يضحك. إنما لو هم هيدخلوا ويتقبلوا إن هاني ممكن يعمل عمل تراجيدي أو رومانسي أو أكشن أو أي حاجة يعني، إنما هل هم هيتقبلوا ده؟ هي هتبقى مسؤولية كبيرة جدا إن أنا أقنعهم بده. وبحس عندك مخزون كتير كبير من هيدي الناحية لازم يطلع يا هاني. لازم، صح؟ هيحصل إن شاء الله. شكرا لك هاني رمزي. ميرسي يا فاتن، تشرفت بوجودي معاك وتشرفت بوجودي مع المشاهدين. أنت اللي قتلت رأفت تراجيدي؟ قتلت؟ لا يا باشا، والله ما انا، والله ما انا. يا سعد، يا سعد، ليه بس سعد؟